السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي ما جربش اللحمة بالطريقة دي فاتوا كتير. النهاردة هنعمل مع بعض كباب حلة بطريقة رهيبة. كباب حلة اللحمة مستوية 100%، الصوص مظبوط ولا تقيل ولا خفيف، اللحمة واخدة لون مكرمل كده حلو جدا، وهنعمل كمان جنبيها الرز بالحبهان والمستكة تحفة، وسلطة كده جميلة وخفيفة جنب كباب الحلة. لو انت كسلانة، لو انت تعبانة في الصيف الحر دوت، تعملي الأكلة دي ما بتاخدش 10 دقايق وتكون جاهزة معاكي. تعالوا نسمي الله وأقولك هنعملها ازاي. حطيت طاسه على النار ومعايا 3 معالق من الزيت ومعلقه كبيره من السمنه، ولو سمنه بلدي يبقى انت كده عملت الصح. معايا 5 بصلات قطعتهم حلقات، نزلت بالبصل وبشوح البصل كده لحد ما يدبل خالص، ومعايا كيلو من اللحمه، تكون لحمه حمراء وتكوني مقطعاها مكعبات، يعني تكون نسبه الدهن كده قليله فيها، واي نوع لحمه تمام. هنا البصل بعد ما دبل معايا نزلت باللحمه وبشوح اللحمه لمده 10 دقائق لحد ما اللحمه تنزل كل الميه اللي موجوده فيها. بعد كده بحط البهار، بحط طبعا ملح حسب الرغبه، معايا حبهان ومستكه ورق لوري، كل الكلام ده مطحون، ومعايا كمان 7 بهارات، وقلبت اللحمه مع البهار ريحتها كانت خطيره. بعد ما شوحتهم كده لمدة 3-4 دقايق بنزل بالمية، ولازم تكون مية مغلية، معايا 2 كوباية من المية، وهسيب اللحمة تستوي 60%، ولو لقيت المية ناقصة بتزوديها 1 كوباية لحد ما اللحمة تستوي. تعالوا نعمل الرز بالحبهان والمستكة طعمه حكاية. 2 كبار من الزيت ومعلقة من السمنة، وأول ما سخنوا نزلت بالحبهان والمستكة، وهنا أنا حاطة الحبهان مطحون، وحاطة معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، وبشوحهم كده لحد ما ريحتهم تطلع. وأهم حاجة اللي أنت تشوحيهم، بس شوحيهم على نار هادية. بعد كده جبت 3 كوبايات من الرز المصري العادي بتاعنا ونزلت بيهم بعد ما غسلتهم وصفيتهم. بشوح الرز كويس جدا لمدة 2-3 دقايق، كل ما هتشوح كل ما بيطلع معاكي مفلفل، وكمان احنا عايزين ياخد من ريحة وطعم البهار. فشوحتهم كده حبة حلوين، وبعد كده نزلت بالمية المغلية. طبعا المية الرز المصري المية قد الرز بالظبط، ظبطت العقد بتاع المية وظبطت الملح، وبسيبه يغلي وهو لسه كده بيبقبق، بهدي عليه علشان ما يتلسعش من القاع، ههدي عليه واسيبه يستوي. وكده ما شاء الله بعد ما استوى كان ريحته خطيرة، الحبهان والمستكة والفلفل مديله طعم وريحة حلوة جدا. عملت سلطة خفيفة جدا، طماطم وفلفل وخيار، حبة الفلفل يبقى سبايسي مفيش أي مشكلة، حبة تحطي جرجير بقدونس أي حاجة خضراء براحتك، أنا استكفيت بس بالطماطم والفلفل والخيار، حلوة وخفيفة جدا جنب الأكلة دي. الطماطم بقطعها مكعبات صغيرة، والفلفل مقطعته، والخيار، وحطيت ملح وليمون، وحطيت معلقة صغيرة من الخل ومعلقة من زيت الزيتون، وكده السلطة بقت جاهزة معانا. كده اللحمة مستوية 60%، وهو ده المطلوب. نزلت بقى ببقية كمية البصل، وهحط 1 كوباية من المية، ولازم تكون مية مغلية، مش هنحط مية كتير، كل ما نلاقي اللحمة محتاجة هنزود حبة بحبة عشان الصوص ما يخفش مننا. ما شاء الله كده بعد ما استوت تحفة، البصل ملهوش أثر بتاتا، لحمة مستوية 100%، صوص مظبوط ولا خفيف ولا تقيل، واخدة لون مكرمل حلو جدا جدا، أكلة رهيبة. غرفت الرز، طبعا الرز ده كان حكاية، وحطيت جنبه كده اللحمة، وكمان حطيت السلطة، سلطة خفيفة وريحتها حلوة جدا جدا وجميلة جدا جنب الأكلة، وحطيت كمان بطاطس مقلية، عملت كمان بطاطس. على فكرة ممكن ما تعمليش رز خالص وتتاكل بالعيش البلدي، بتبقى حلوة جدا جدا، أكلة ظريفة كده ولطيفة في الصيف في الحر، لو انت تعبانة، لو انت كسلانة مش قادرة تقومي تعملي حاجة هتعمليها، ولو جربتيها مرة مش هتبطلي تعمليها من حلاوتها وطعمتها. شايفين اللحمة دايبة كده دوب، الطبق ده فاتح شهية. كده الوصفة خلصت، ما تنسيش بقى لايك وشير وكومنت حلو منك كده، اشوفك في وصفة جديدة ان شاء الله.